ودلوقتي تعالوا معانا لأهم فقرة من فقرات ديزني لاند في طوكيو وفي أي مكان. تعالوا نشوف مع بعض أهم فقرة من فقرات اليوم الأهم في كل الرحلات بتاعة طوكيو، وهو الاستعراض بتاع شخصيات عالم ديزني. إن شاء الله يعجبكم، لطيف جدا. وأنا أصلا بقدمه إهداء لابني الدكتور يوسف محمد السيد، لأنه كان المفروض يكون معايا بس للأسف ما كانش فيه نصيب. المرة دي إن شاء الله يكون معايا المرة الجاية. وكمان إهداء للدكتورة مريم محمد السيد، عشان هما بيحبوا الشخصيات دي جدا. وتعالوا دلوقتي نسألكم السؤال الأهم، تفتكروا أي شخصية من الشخصيات اللي فاتت أو اللي جاية هتحبوها أكتر؟ تعالوا نشوف الشخصيات، وفي نهاية الفيديو كل واحد يقول لنا أو يختار لنا أهم 3 شخصيات بيحبوها. نشوفكم على خير، السلام عليكم. إنها طوكيو يا سادة، ديزني لاند طوكيو، المتعة كما يجب أن تكون. طوكيو يا سادة.
أجمل رحلة في طوكيو. روبنزول يا مريم. عالم ديزني لاند في طوكيو، الجمال والمتعة في كلمتين.
طوكيو ديزني لاند عالم من المتعة الحقيقية. أنا سايبكم تستمتعوا بدون تعليق لأن الكلام أصلا أعتقد أنه مش هيكون لطيف هنا. الأجمل تستمتعوا فقط. شوفوا اليابان بتعمل إيه. كوكب اليابان وليس بلد عادي. مش ممكن على فكرة اليابان وجمالها والنظام والنظافة والترتيب. أنا سافرت وحضرت ديزني في أماكن كتير جدا حول العالم، بس حقيقي ديزني هنا غير، في طوكيو غير. كفاية الاحترام والطيبة والأخلاق والتعامل والنظافة والرقي والتنظيم. حقيقي من أفضل الديزني اللي ممكن تشوفها هي ديزني لاند طوكيو. وكمان في طوكيو في ميزة أكبر بكتير. الميزة دي إنها مش عندهم بس ديزني لاند، لأ ده كمان عندهم ديزني سي، ودي مش موجودة غير في طوكيو فقط أو في اليابان فقط. ديزني لاند وديزني طوكيو أو ديزني سي. طبعا انا تعمدت ان انا اعمل الفيديو ده بالتحديد اهداء للدكتور يوسف محمد السيد ابني حبيبي، اللي كان المفروض يجي معايا بس حصلت ظروف عنده ما قدرتش. وكمان اهداء للدكتوره مريم محمد السيد نفس الكلام. تعالوا نشوف كده. شخصيات ديزني وجمالها. بحبك يا يوسف، بحبك يا مريم. ديزني لاند طوكيو بالليل. بصوا الجمال يا جماعة. مواعيد ديزني لاند من الساعة 8 الصبح للساعة 10 بالليل. نصيحة، تكون هناك من الساعة 7. يكون معك مية وأكل خفيف. هو في أكل سعره عالي شوية، بس مشكلته في أنك لازم بتقف طوابير كبيرة عشان تقدر تجيب أكل. فالنصيحة أن دايما يكون معك أكل خفيف ويكون واكل كويس ولابس لبس خفيف جدا ورياضي، كوتش رياضي
تاني تاني ويا ريت يكون يعني مش لبس شتوي، يعني يكون خفيف لأقصى درجة، وتحاول على قدر المستطاع تكون نايم كويس قبليها بيوم. يفضل لو تيجي على يومين، يعني ما انت مش هتقدر تخلصها ابدا في يوم واحد، ده صعب جدا. واهم حاجة ان يكون معاك باور بانك او اتنين باور بانك، لانك هتحتاج كتير قوي قوي تشحن، وهنا الشحن مش سهل خالص. ده المكان اللي ممكن تشتري منه ايس كريم، اللي هو ايس كريم كونز ميجي، حلو قوي، من الحاجات اللي ممكن تعجبك. طبعا المكان اللي احنا فيه دلوقتي هو فيه الاهم على الاطلاق. ايه هو؟ هنا بيجي كل شخصيات ديزني لاند، بتيجي تعمل شو جميل قوي، وانا بالفعل هنزل فيديو بكل الشو اللي عملوه او اللي اتعمل. انا صورته كله من الالف للياء. هنا الناس بتيجي والشو بيبقى بعد الظهر كده تقريبا، بتلاقي الناس قاعدة على الارض ومستنيين الشو، حاجة ممتعة جدا جدا. تقريبا بيقعد من 10 لـ15 دقيقة، كل شخصيات ديزني بعربيات برأس، حاجة جميلة قوي قوي، هتساعدك جدا. من الحاجات المهمة برضو انك تعملها في ديزني لاند طوكيو، انك انت تحاول يكون عندك بلان او خطة، هتبدأ منين وهتتحرك ازاي وهتقعد في كل مكان قد ايه. فعشان كده حاول تتفرج على الفيديوهات اللي انا منزلها على اليوتيوب الخاصة بفعاليات ديزني لاند في طوكيو، عشان خاطر تعرف وما تخرجش وانت تقريبا مثلا ما خلصتش 10 الحاجات اللي موجودة. فده مهم قوي، حاول انك انت ما يفوتكش اي نوع من انواع الفعاليات، لان بصراحة المكان جدا يستاهل وقد ايه جميل. من الالعاب الجميلة قوي قوي واللي تحاول تدخلها لما تكون في ديزني، ودي نصيحة طبعا، المكان اللي فيه الهورر اللي هو بتاع الرعب ده، شخصيات الرعب أو أماكن الرعب اللي اتعملت في خيال ديزني كلها موجودة. بتكون راكب عربية قطر كده وزي الطفطف، بيمشيك في العوالم ده، بس للأسف التصوير فيها مش بيبقى لطيف، فما تصورش، استمتع أفضل. دي من الألعاب الجميلة قوي، بس خد بالك لأن فيها مشكلة، أنك ممكن تقف ساعة كاملة في توابير كتيرة جدا. عشان كده النصيحة الأخطر والأهم، اوعى تيجي ديزني لاند في وقت أجازات، دايما تعالى في نص الأسبوع، أولا أرخص، ثانيا هتلاقي أعداد أقل. يعني أنا النهاردة الحد، ويعتبر يعني ده أصعب يوم في طوكيو، لدرجة أن حرفيا ما لقيتش غير فندق واحد في مكان واحد أقدر أحجز فيه. فتخيلوا انتوا قد ايه الموضوع بيكون صعب قوي قوي قوي. اي حاجة في طوكيو لازم تكون فيها حجز قبلها بوقت، وبوقت مش قليل، عشان تضمن سعر رخيص وعشان تضمن اصلا تلاقي مكان. طيب بالنسبة لبعض النصائح التانية الخاصة بديزني لاند، طبعا في عندنا حاجة اسمها ديزني لاند، وعندنا كمان ديزني سي. ديزني لاند وديزني سي الاثنين في منتهى الروعة، وده مكان تاني خالص. زي ما قلنا قبل كده، ديزني لاند تقريبا التذكرة بتاعته في العادي بتبقى ب 8600 ين الى 9600، فهو تقريبا بما يعادل 2000 جنيه مصري، وده اقل بكتير من قيمتها في ديزني باريس، ولكن هنا اعلى بكتير من ديزني باريس. الاستعراضات هنا حلوة قوي قوي، احرص انك انت تكون موجود من اول الاستعراضات وتكون قاعد على الارض، واوعى تيجي اليابان في الحر، حاول تيجي في افضل وقت، هو الوقت اللي انا بكلمك منه ده، اللي هو في اول شهر 11، ده افضل وقت ممكن تيجي فيه اليابان. طيب مهم جدا تعرف ازاي تيجي اصلا هنا في ديزني لاند. في اي مكان هتكون داخل طوكيو،
هتاخد القطار اللي هو الجي ار يوصلك لمحطة طوكيو الرئيسية، ومن محطة طوكيو هتاخد القطار اللي بيوصلك بيوديك الى ديزني لاند طوكيو. مسافة مش كبيرة، ما بتزيدش عن 20 دقيقة بالكتير، بتوصل هنا والمشي فيها قليل جدا. وانت داخل في قطارات بتاعة ديزني لاند، عايز تاخد قطارات خدها، في عندك الباص الواحد اللي هو الركوبة الواحدة، يعني دي قيمتها تقريبا 330، ولو خدتها متعددة يعني اليوم كله ممكن تاخدها ب 660. بصراحة انا بشوف اني لغاية دلوقتي ممكن تاخد ركوبة واحدة اوكي، او تاخدها يعني حسب ظروفك. انا بالنسبة لي خدت الرايح جاي. ازاي هنا تستمتع بوقتك؟ زي ما قلت لك قبل كده، تكون لابس لبس كويس خفيف، كوتشي خفيف، معاك ازازة المية بتاعتك، اكل خفيف، سناكات كده خفيفة، وما تقعدش في اللعبة كتير، اقف في اللعبة. لو لقيت الطابور بتاعها كبير جدا ابعد عن اللعبة وامشي فورا وشوف لعبة تانية جديدة. طبعا في لعبة تانية جميلة قوي قوي اللي هي سمول وورلد، اللي هو العالم الصغير، ودي عبارة عن كروز بياخدك في جولة بحرية معمولة داخلية كده بس طويلة قوي. الجولة دي بتوصل لها انها تكون 10 دقائق تقريبا، بتعدي داخل جميع دول العالم، تمام، وانت راكب المركب الجميل ده، ولكن بمنمنمات او حاجات صغيرة كده، يعني اللي هي الكائنات الصغيرة بتاعت عالم ديزني. ممتع جدا جدا جدا، وبرضو هنزل لكم فيديو ليه على اليوتيوب، وان شاء الله هنزل فيديو كامل عن كل فعاليات على كل فعاليات ديزني طوكيو ان شاء الله مجمع، بحيث انك انت ما يفوتكش اي حاجة مهمة قوي انك انت تشوفه وتشوفه كامل، عشان تعرف ازاي تتعامل مع المسافة الكبيرة دي، ولانها مسافة فعلا كبيرة لأقصى درجة. نيجي بقى لحاجة تالتة من الحاجات المهمة قوي انك انت تدخلها، يعني من الالعاب التانية زي ما قلنا اللي هو السمول وورلد، وعندك اللي هو كابوس الاحلام او كابوس الخوف هورور نايت مير، وفي عندك الحاجة التالتة اللي قلناها، احنا قلنا السمول وورلد وقلنا الهورور الرعب، وقلنا ايه كمان ذكروني لغاية ما اقول لكم الحاجة. طبعا عندك المكوك الفضائي ده برضو لطيف جدا، اركبه، هو عبارة عن 3D، بيركبك مكوك، والمكوك ده بتلبس نظارة افتراضية بيدخلك عوالم رهيبة جدا، ولا تقول لي 7D ولا تقول لي 70D، لا حاجة اعلى من كده، انت حرفيا بتكون داخل المكوك وجوه الفضاء، واللعبة دي ما بيبقاش فيها كتير من الزحمة. في لعبة برضو تانية من الالعاب المهمة قوي حاول تلعبها، اللي هي لعبة العربيات، ولكن بيسوقها كائن كده شكله جميل. وفي كمان منطقة سندريلا اللي هو قصر سندريلا، ده مناسب قوي للأطفال، بتخش تشوف عالم سندريلا والقصر بتاعها وكل حاجة لطيفة قوي. ما تنساش عشان تستمتع أكتر، حاول انك انت تشتري أي قناع من أقنعة ديزني، يعني طاقية كده عليها شكل ميكي أو الحاجات دي، وخصوصا لو معاك أطفال تأكد إن الموضوع ده هيساعدهم جدا لأقصى درجة. وزي ما قلنا يا جماعة، أهم حاجة العرض اللي بيعملوه اللي هو شخصيات ديزني ده الأهم على الإطلاق. بيبقى موجود فين؟ بصوا يا جماعة المنظر اللي أنا مصوره ده، اللي عاملة زي ألف ليلة وليلة، بيبقى عند الحتة دي بالتحديد بيمشوا فيها وبيعملوا العرض بتاعهم، كل الشخصيات بطريقة لطيفة جدا ممتعة جدا لأقصى درجة. طبعا ما ننساش نركب القطر الداخلي بتاعهم، جميل قوي قوي، وهو فيه كل شخصيات عالم ديزني، وانت بتختار شكل القطر اللي انت بتركب فيه، وزي ما قلت لكم سعره. ايه تاني ممكن نقوله؟ طيب هنستكفي لغاية دلوقتي كده ان شاء الله. لو تذكرت حاجة تانية اقولها لكم في تقرير تاني. ده كان ملخص كده لديزني بالليل، ديزني
لاند مش ديزني سي. مهم قوي كمان انك تحاول تروح ديزني سي. لو الفيديو عجبك وحاسس ان انا عملت فيه جهد كبير، ما تبخلش عليا بلايك وشير وفعل جرس القناة وحاول تفيد غيرك، واعرف ان انا هنزل فيديو لطيف جدا جدا لولادك او لولاد اختك او لولاد اخوك، لاي طفل عندك او اي طفل يخصك. ده في حاجات لطيفة قوي 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 هتخلي الاطفال يبتهجوا من داخل عالم ديزني طوكيو. كان معاكم سفير السياحة محمد السيد، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم على خير، السلام عليكم. الالعاب النارية في ديزني لاند طوكيو. اليابان يا جماعة، اليابان مش ممكن. お楽しみいただけましたか？